هذا وصاحبت فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران في يومه الثاني عروض جوية للطائرات من قبل فرق استعراضية جوية، بالإضافة إلى تواجد عدد من الشركات والمؤسسات المساندة في المعرض. واشتملت الفعاليات على عروض جوية ليلية من مختلف القوات الجوية المشاركة. هذا وحرص المواطنون والمقيمون في المملكة على متابعة العروض الجوية للطائرات وللفرق الاستعراضية الجوية في المناطق المحيطة بقاعدة الصخير الجوية المطلة على منطقة الرفة بالقرب من موقع إقامة معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام هذا العام في نسخته السابعة وسط أجواء حماسية ممتعة.